السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. هذه مشاهد قديمة ولكنها ليست قديمة جدا، يفصلنا عنها في عمر الزمان شهور ليست بالكثيرة، تغير فيها وجه مصر السياسي كثيرا. وإليكم المشاهد الجديدة. المشير طنطاوي في المشهدين، هو وزير الدفاع في مصر منذ 20 عاما، لكنه هنا يفخر بانتقال السلطة إلى رئيس مدني منتخب في ظل إدارته للبلاد. فقد أوفينا بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا أمام الله والشعب، وأصبح لدينا رئيس منتخب تولى مقاليد حكم مصر بانتخاب حر مباشر يعبر عن إرادة المصريين. محمد مرسي حرص وسط قيادات الجيش على أن يؤكد ولايته عليهم جميعا كرئيس للجمهورية. أتقبل نقل السلطة من المشير حسين طنطاوي وإخوانه في المجلس الأعلى ومن قيادات القوات المسلحة بكل فروعها وجيوشها ومن ضباطها وضباط صفها وجنودها. أتقبل هذه المسؤولية لأصبح مسؤولا عنهم كما أنني مسؤول عن شعب مصر جميعا. وعلى الرغم من تخوف البعض من علاقة جافة بين الرئيس الجديد والمجلس العسكري، إلا أن مشهد تسليم السلطة في موعده يدعو للتفاؤل. يوم تاريخي بكل المقاييس، صفحة جديدة بنفتحها في كتاب تاريخ مصر لأول مرة من يمكن 6-7 آلاف سنة. واللي أنا بتمنى بقى إن إحنا كمصريين نهدى ونحب بعض وندور عجلة الإنتاج، لأن خايف الاقتصاد يقع من إيدينا. منذ 2 عامين كان محمد مرسي عضوا في جماعة المحظورة، ربما كان محظورا عليه الوجود في مثل هذه الأماكن. نحن الآن في معسكر الهايكستيب للقوات المسلحة، حيث يتسلم محمد مرسي السلطة من المشير محمد حسين طنطاوي رئيسا لجمهورية مصر العربية. محمود التميمي، القاهرة، سكاي نيوز عربية.